نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت تطبيق إلكتروني يحول السيلفي إلى صورة مجسمة. نجح باحثون بريطانيون في تطوير تطبيق إلكتروني لتحويل الصورة المسطحة إلى صور مجسمة، وقال الباحثون إنهم تغلبوا على العقبات التي عانها الباحثون في أعمال التصوير والجرافيك، وصمموا وسيلة لإنتاج صورة مجسمة من صورة ثنائية الأبعاد. صحيفة الإمارات اليوم عنونت ويكي كامس يو اس اي قاعدة بيانات شاملة للتخييم، ويعرف التطبيق مستخدمه على كل ما يتعلق بالتخييم، وذلك لقضاء عطلات نهاية الأسبوع، كما يساعده في التخطيط لمغامرات أكبر لو رغب في ذلك. ويضم التطبيق بيانات خاصة بأكثر من 18,000 موقع مرتبة في قوائم، بحيث يستطيع المستخدم اختيار الأماكن القريبة منه أو استخدام الخريطة في التعرف إلى أماكن هذه المخيمات. صحيفة البيان الإماراتية عنونت تقنية الواقع المعزز تتيح تجربة الأثاث قبل شرائه. تتيح ميزة الواقع المعزز تقنية AR تجربة جديدة ومبتكرة للمتسوقين، تمكنهم من استعراض الأثاث ومعاينته عملياً في مساحتهم قبل التسوق. وبدأت مجموعة لاندمارك المتخصصة في مجال تجارة التجزئة والضيافة في الشرق الأوسط باستخدام هذه التقنية عبر تطبيق هوم سنتر لأجهزة آيفون. إلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت ميزة جديدة من جوجل لمراقبة أجهزة أبنائك. دائما ما يشكل القلق العامل الأساسي لعدم شراء الأهل للأجهزة الإلكترونية لأبنائهم، خوفا من نوع المحتوى الذي قد يمكنهم من الوصول إليه بفضل هذه الأجهزة، لا سيما الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية. ولكن لا داعي للقلق بعد اليوم، فقد وجدت جوجل الحل المناسب لهذه المشكلة، إذ أعلنت عن ميزة Family Link التي تتيح للآباء التحكم بشكل أكبر في أجهزة الأندرويد الخاصة بأبنائهم. وأخيرا مع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت مستخدمو تطبيق فيسبوك على ويندوز يمكنهم الحصول على مميزاته دون تشغيله. حصل تطبيق فيسبوك على منصة ويندوز فون على تحديث جديد وفر بعض المميزات المتاحة في النسخة التجريبية، والتي يأتي على رأسها إمكانية تشغيل بعض مميزات التطبيق بدون الحاجة لتشغيل التطبيق نفسه. ووفقا لما نشره موقع MS Power User الأمريكي، فإن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين التنقل بكل سهولة داخل المميزات التي يتيحها التطبيق من خلال قائمة ابدأ أو من خلال شريط المهام بدون الحاجة لتشغيل التطبيق أو لا. على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد، قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.